جالنا الفكرة إن إحنا نعمل خالص نظام بدأناها وجينا عليها إقبال حلو يعني. فالسنة دي قررناها، بس السنة دي بدأنا بدري شوية، إحنا جينا من حوالي شهر ونص أو شهرين، برضه جينا عليها إقبال شديد خالص خالص خالص. وبدأنا نوزع الحمد لله في مناطق كتيرة، والناس بدأت عايزة تكتب اسم عليها، فبدأنا نكتب أسماء. في ناس عايز تطبع الصورة عليها، لأن إحنا مثلا عاملين صورة محمد صلاح كده برضه نفس الفكرة. حد عايز احنا الحمد لله متميزين في ده، ناس كتير بتجيب جاهز يعني من دمياط، بتجيب من القاهره وكده، لكن ما عندناش التميز اللي عندنا. يا سماح بنعمل